فلوسك وصلت عند المحامي من نص ساعة، كنت أحب أديهالك بنفسي بس أنت ما كنتيش موجودة. أنا جبت رقم تليفونك عشان أقولك إن أنا أدي كلمتي، ويوم ما تحتاج أي حاجة في الدنيا سهلة كانت أو صعبة عليك بسيف الخديوي. عملت إيه عند أهلك؟ إيه؟ عملت إيه عند أهلك؟ الله عابد، أنا عايزة أطلقها. ما سمعتش. قول تاني بليز. عايزة أطلق يا عابد. غريبة طبعا، بس احضريني كده قدامي يا غزل. معلش احضريني. واحدة بنت بسيطة تشتغل ممرضة، حظها الحلو انها تمرض واحدة ستة قالوا. بس حاجة بس نفهم بعض يعني. ست الهانم دي هي ثريا هانم القماح اللي بالصدفة تبقى والدة عابد بيه تيمور اللي حظه الاسود انه يحبها ويتجوزها ويرفعها للسما هي واهلها. اسمعيني بس افهمك، افهمك بقيت الحكايه. احضريني بقولك. فتقوم تيجي البنت الظريفه دي في ليله غبره، ليله على راي المثل اللي بيتقال فيها القوالب ناموا والقرصاص قاموا، وتقول له انا عايزه اطلق. تطلعي من مين؟ تعالي بس تعالي بس تعالي بس لا 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 تعالي بس معايا بس والنبي سيبني.